أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى الحلقة الأسبوعية من برنامج في العمق، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى. إذن أسبوع حافل بالأحداث في الجزائر، أحداث كانت بالنسبة للكثير من المراقبين مؤشرات على أزمات معقدة تعيشها السلطة في الجزائر على مستوى سياستها الخارجية وعلى مستوى سياستها الداخلية، خاصة وأن كل هذه الأحداث تأتي في ظل تحذيرات منظومة الحكم في الجزائر لانتخابات مصيرية بالنسبة لها. إذن شهدنا كما تعلمون وكما تابعتم في قناة المغاربية أزمة جديدة، أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر وفرنسا على خلفية اعتراف أو تأييد السلطات الفرنسية لمخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وكان هناك بيان لوزارة الخارجية الجزائرية يندد ويستنكر بذلك، ثم بيان آخر، ثم ندوة صحفية لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ثم هجوم كان منتظرا على العموم من طرف الصحافة العمومية والخاصة على السلطات الفرنسية وعلى الرئيس الفرنسي ماكرون بالتحديد. نتابع. ها هو السفير اللي كنت نحذر فيك منه واللعبة اللي كان يقوم بها هنا في الجزائر. تسحب سفيرها من باريس الجزائر ردا على موافقة فرنسا على مخطط المغرب على أساس الحكم الذاتي في الصحراء الغربية كحل للصراع القائم منذ عقود. الرد الغاضب ذاك لا يحصل فوائد ولا منافع، ولو يعوض ما تخسره وخسرته الجزائر في دبلوماسيتها الخارجية منذ سنوات وفق مراقبين. يقول وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن خطوة تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع باريس لأن ما فعلته هو بمثابة اعتراف من مغربية الصحراء، فيما يقدر مراقبون ما جرى بفشل وسقطة كبيرة للدبلوماسية الجزائرية وطعن من ماكرون لتبون، خصوصا بعد لقاء إيطاليا الأخير. استدعاء السفير بباريس كان قد سبقه استدعاؤه من مدريد لسبب نفسه، لكن النتائج لم تتغير لصالح الجزائر بل لصالح المغرب، إضافة لما تخسره الدبلوماسية الجزائرية في الإقليم مع القريب والبعيد وتراكم أزماتها في الساحل ومع الإمارات والمغرب والنيجر ومالي في تسيير دبلوماسيتها. إن ذلك يعمق وهن الصورة التي تبدو عليها سياستها الخارجية في محاولاتها تحقيق انتصارات لا تجسد إلا انتكاسات وفق معلقين. المراقبة الهادئة للمشهد والتحليل الموضوعي كان يفترض أن يظهر في الإعلام الجزائري، غير أنه بشقيه العمومي والخاص لم يكن إلا لساناً إضافياً لوزارة الخارجية وبيانها، عاكساً الموقف الرسمي بكل تفاصيله بعيداً عن أي تحليل موضوعي أو نقد أو قراءة عميقة تصب في إطار مستقبل ومصالح البلاد. لا يغيب في الإعلام أيضا انتقادات لفرنسا قانونيا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، مع اتهامات لماكرون بحسابات سياسية داخلية مع اليمين ولوبيات اقتصادية لها مصالح واستثمارات في المغرب. تساؤل قائم عن مصير زيارة تبون لباريس وسط هذه التعقيدات مع ما تعيشه فرنسا من تشنج سياسي بعد نتائج تشريعياتها الأخيرة. لمناقشة محاور هذه الحلقة أسعد باستضافة الأستاذ سعيد زاهي المحامي والناشط الحقوقي معي عبر خدمة سكايب من الجزائر، كما أسعد باستضافة السيد كمال جمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ معي عبر خدمة سكايب أيضا من الجزائر، وسيلتحق بنا إن شاء الله لاحقا السيد عثمان بن صيد العضو في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي عبر الهاتف من الجزائر. أرحب بضيوفي جميعا. هذه الحلقة سأبدأها إن شاء الله مع سعيد زاهي وأختمها مع السيد كمال الجمازي. وأقول سعيد زاهي، أزمة دبلوماسية جديدة مع فرنسا يبدو أنها لم تكن منتظرة
من طرف السلطات الجزائرية إلا بعد لقاء ماكرون بتبون في باري الإيطالية. كيف تبعت هذه الأزمة وردة الفعل الجزائرية؟ مساء الخير سليم، مساء الخير الشيخ جمازي، ومساء الخير إلى كل مشاهدات المغاربية أينما. قبل الإجابة على سؤالكم، لا يفوتني سي سليم إلا أن أترحم على قائد المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية الشهيد، وتضحيته بنفسه وكل عائلته فداء لفلسطين وللشعب الفلسطيني. وأندد أيضا بالجريمة التي ارتكبت في حقه وفي حق الشعب الفلسطيني أجمع، وأتمنى أن يتحد جميع شعوب الأمة الإسلامية لنصرة القضية الفلسطينية والفلسطينيين وكذا شعوب العالم للحفاظ على الإنسانية. إذن في سؤالك بخصوص الدبلوماسية الجزائرية والموقف الأخير للرئيس الفرنسي ماكرون، دعني أقول سي سليم، ما يحدث للدولة الجزائرية سواء على المستوى الداخلي أو الدبلوماسي، يحضرني هنا حديث أو قول لأحد الفلاسفة الإسبانيين أن كل شعب يستطيع أن يعيش في ظل ديمقراطي ديكتاتوري ملكي إلا في ظل الفوضى. ما تعيشه الجزائر خاصة بعد خروج الملايين من الشعب الجزائري في حراك شعبي، يعني فوضى عارمة في التصرفات في القرارات، عدم وضوح رؤية، وكل هذا نتيجة كما قلت في عدة تدخلات، وفي كل التدخلات بأن هذه منظومة الحكم انتهت صلاحيتها، لا تستطيع النظر بعيدا ولا تنتج شيئا جديدا، فكرا جديدا أو تصورا جديدا. الموقف الفرنسي خاصة اليمين الفرنسي من القضية الصحراوية ومن هذا الموضوع بالذات لم يتغير يوما ما، دائما في صالح الحكم الذاتي تحت المملكة المغربية. هذا موقف ثابت في الأمر، أن تعامل السلطة الحالية الغير متزن والذي لا يوجد فيه قوت الجديد أو بحث أو إيجاد تصورات أو طرق جديدة لمواجهة المشاكل المطروحة، هي عبارة عن سياسة الهروب إلى الأمام، نتيجتها ما يحدث منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. لاحظنا كيف أن الرئيس الحالي والرئيس الفرنسي يحضنان بعضهما البعض، ويفتخر بوجود زيارة مرتقبة تاريخية إلى فرنسا. والآن الاستغراب من هذه الموقف، لست أدري هل هو للاستهلاك الشعب الداخلي الجزائري الذي فهم جيد وأصبح لا يعيرها أي اهتمام، لأن المواقف هذه المواقف تكررت كل مرة، يعاد نفس السيناريو ولا جديد يذكر في الأفق. ذكرت تصريحات تبون حول العلاقات الفرنسية وزيارة المرتقبة إلى باريس، زيارة تاريخية، وحديث كل الناس أنه الذي سيزور هو تبون مع أنه هو مرشح لانتخابات، وهذه أيضا بين قوسين إشارة إلى أن هذه الانتخابات محسومة النتائج، وأن النظام سيعين تبون مرة أخرى لخمس سنوات إلا إذا أراد الله شيئا آخر. نتابع هذه التصريحات لتبون ونواصل النقاش. أنا ما عنديش هذه العقدة نتاع المستعمر السابق. فرنسا حاسبة الجزائر ألف حساب،
باش نشوف الأمور كما يجب أن تكون، كما يجب أن نراها، مش عاطفيا ولا أولا. وي بيان سور كلي مانتوني مانتوني بور بليزيور ريزون. دابور جو كرو كسان رونديفو أن باراتي de l'histoire, hein. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. Pardon, vous dites un rendez-vous de l'histoire. De l'histoire. Et pourquoi ? وصلنا لمرحلة النضج. أنا اليوم أصبحنا دولة فاعلة في البحر الأبيض المتوسط. سيد كمال الجماز، يعني تبون يتحدث عن مرحلة النضج في العلاقات الفرنسية الجزائرية، وتحدث عن ماكرون من قبل بمديح، يعني مديح ربما ما تحدث به تبون في شكر منذ أن جاء، يعني في مدح ماكرون لم يقله المتنبي في سيف الدولة. ومع ذلك جاءت هذه الخرجة من ماكرون وردت الفعل المتشنجة من طرف الخارجية الجزائرية. كيف تتابعون هذا الحدث الهام في الجزائر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك الأستاذ سليم، أحيي الأستاذ سعيد زاهي، تحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية داخل الجزائر والجالية، ولجميع من يشاهدنا خارج الجزائر. اسمح لي الأستاذ سليم، قبل أن أبدأ لابد من وقفة أن نترحم على القائد المجاهد الفذ أبو العبد إسماعيل هنية عليه رحمة الله. نعزي أنفسنا، نعزي الشعب الفلسطيني، أعزي أهله، أبنائه، زوجته، جميع الأمة الإسلامية، جميع أحرار العالم في فقدان هذا القائد المجاهد الذي قدم للأمة الإسلامية وقدم لفلسطين، وكان عليه إجماع، كان عنصر يعني توافق وإجماع، و رجل فاضل ودبلوماسي وفيه كل الصفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل دمه فداء يعني لتحرير القدس ولتحرير، وما ذلك على الله بعزيز. بالنسبة للموضوع الأستاذ سليم، أنا أوافق الأستاذ سعيد زاهي مما قال أن الموقف الفرنسي خاصة مع اليمين وأقصى اليمين ليس بجديد، يعني هو في الحقيقة كان دائما في صالح يعني الحكم الذاتي للصحراء الغربية، يعني تحت سلطة المملكة المغربية، وهذا في الحقيقة ليس بجديد، ولكن كانت العبارات تختلف يعني بين الحين والآخر، وهذه ليست أول مرة، ولكن مع الأسف يعني هناك عفوا الأسئلة الكثيرة التي تطرح. أولا هذا الشيء غير يعني غير المستعمر القديم الذي يتدخل يعني شمال إفريقيا ولازال يتعامل معها يعني كمستعمرات يعني في الحقيقة، لأن قضية الصحراء الغربية في الحقيقة قضية مغاربية، يعني الاتحاد المغرب العربي يشتغل لكان تحل يعني كما تحل الأمور يعني في الاتحاد الأوروبي. هناك مشاكل بين بريطانيا وإسبانيا ومشاكل بين كثير من الدول الأوروبية وتحل يعني في قلت الموضوع طويل يعني في هذا المسألة هذه، ولكن مع الأسف الغموض الذي يكتنفها، لأنه إذا رأينا مثلا في فرنسا وزير الخارجية يقف أمام البرلمان ويسأل ويقدم توضيحات ويقدم حساب، وهذا غير موجود في الجزائر. وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية نشوف الوزراء والضباط، وبالأمس شفنا المسؤولة تاع الأمن السري كيف يعني كانت تحاسب وتسأل وتقدم. احنا الأمور كلها يكتنفها الغموض، والأمور مغيبة عن الشعب الجزائري، وحتى هذه الفزعة كما يقولون في الشرق يعني العربي،
لأجل الصحراء الغربية، لما لا تكون الفزعة كذلك لفلسطين؟ لأنه شفنا أن فرنسا تمد الكيان الصهيوني بالسلاح وتدعمه دبلوماسيا، و يعني كثير من، انا شفت البارح يعني وش يسموه بنغرينا دار وقفه على من اجل يعني اسماعيل هنيه عليه رحمه الله، وقال يعني قضيه الصحراء الغربيه مثل قضيه فلسطين يعني، وهما الاستعمار الذي بقي يعني يعني بالنسبه للامه العربيه وكذا. ولكن يعني نقصد ان الغرب ليس بجديد، حتى ترامب في يوم من الايام اعترف بان الصحراء للمغرب يعني، ولم يكن هذا رد الفعل بالنسبه وكثير كثير من كثير من الدول. هناك قائمه كبيره من الدول تعترف بالخطه المغربيه، لكن الجزائر لم تتعامل معها بهذه الصفة. الحديث وشاهد في الأسئلة في موضوعنا هو المصالح القومية يعني للجزائر، كيف تتم معالجتها، وأيضا ما هي المحددات للسياسة الجزائرية، فرنسا أو المملكة المغربية أو الولايات المتحدة أو حتى السعودية ودول الخليج التي تعترف بالخطة المغربية، لم تقطع الجزائر علاقتها ولم تسحب منها السفير، وهنا ظهر الارتباك يعني في هذه المحددات. ما موضوع النقاش هو الدبلوماسية الجزائرية وكيف تسير الملفات. مثلا في هذه القضية نتابع ما قاله وزير الخارجية أحمد عطاف حول هذه القضية، بأن ماكرون أبلغ تبون قبل شهر ونصف من يعني تاريخ إبلاغ الرأي العام بهذا القرار. نتابع ما الذي قاله بالضبط وزير الخارجية الجزائري. فقد تم إطلاع السيد رئيس الجمهورية بها بصفة مسبقة من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 جوان الماضي، أي منذ أكثر من شهر ونصف الشهر على هامش. أستاذ سعيد زاهي، يعني هذا ما يعني تبعا لما كان يقوله سيد كمال الجمازي، يعني تغييب الشعب، تغييب الرأي العام في هذه القضية. وزير الخارجية يقول بأنه تبون أبلغه ماكرون قبل شهر ونصف بهذه، بأن هناك قرار فرنسي الآن واضح وحاسم. لماذا تنتظر السلطة شهر ونص قبل أن تبدي هذا الاستنكار وقضية سحب السفير وكل ما جرى؟ سي سليم، اتفق تماما مع سي كمال. يجب الآن لا نخفيها، هذه عقلية النظام الجزائري، عقلية الجزائرية تتعامل مع الشعب بلغة مغايرة للغة التي يتم الاتفاق عليها ما وراء الستار. يجب التذكير سي سليم، هذا هو الفرق بين الدول التي تكون مبنية على مؤسسات قوية. رئيس ماكرون يواجهه برلمان حقيقي، يواجهه معارضة حقيقية، صحافة، سلطة رابعة مستقلة، لذلك فهو يتأمام الشعب الجزائري بكل مسؤولية. لكن السلطة الجزائرية والنظام الجزائري لا نحترم المؤسسات ولا نتكلم كدولة مؤسسات، نتكلم أو عقلية الأنا. نحن نعلم أحسن من هذا الشعب، الشعب قاصر عن فهم السياسة الخارجية للدولة، قاصر عن مسير الدولة، ولذلك يتم التعامل بمكيالين ما بين ما هو ما وراء ستار وما هو يسوق للشعب. لأن الرئيس تبون يعلم جيدا بأنه الوحيد والأوحد الذي يتكلم دون أن يواجه أحد، لا برلمان، لا سلطة تشريعية، لا سلطة رابعة الصحافة، ولا أحزاب. إذن المشكلة يجب أن تطرحها
وهي أنه هناك دولة مؤسسات وهناك دولة أشخاص، خليني نقولها بالدرجة للشعب الجزائري، تسير بالنفحة تاع الشخص المسؤول على المؤسسة. طيب، في هذا السياق أيضا كانت هناك ردود فعل من وجوه السلطة، وزير الإعلام، رئيس مجلس الأمة مجاهد، المستشار الأمني في الرئاسة، وكانت هناك هجمة أيضا إعلامية. نتابع هذا المقطع ونواصل النقاش. موقف الفرنسي من الصحراء الغربية الذي يريد أن يعطي من لا يملك ولا يحق له أن يملك حق من يملك ويحق له أن يملك، وهو الشعب الصحراوي. أنا أعجبت بالموقف نتاع وزارة الخارجية. الآن وزارة الخارجية خذت المبادرة، ما تنتظرش. إحنا على حق، إحنا على المبدأ أنت صحيح، خلاص. وش علاش ندخلوا الشك في موقف الخارجية تاعنا؟ بالعكس، بارك الله فيكم يا الخارجية. وما يقال عن الموقف الفرنسي يقال عما يجري في غزة وعموم فلسطين. فالاحتلال ملة واحدة، ومن الطبيعي أن يتضامن الجلاد مع الجلادي. أصدر مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صلاح جوجيل بيانا أدان فيه القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة. المجلس عد القرار بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة وسوء تقدير وإفلاس تدبير واغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار. هذا جانب السياسة ورؤساء أحزاب، وكان سيد كمال جمازي تحدث عن بن جرينا الذي يردد ما تقوله السلطة وأمين عام الأفلان، واستمعنا إلى أمين عام الأرندي وكل الأحزاب اللي هي أجهزة السلطة في الحقيقة حسب الكثير من المراقبين الذين يرددون نفس الأقوال. الإعلام أيضا يقع في نفس العبثية كما وصف عملهم، وقد رأيناه سابقا مع الإشكاليات مع مالي، مع النيجر، مع بوركينا فاسو، شفنا كل هذه العناوين، الإشكاليات اللي وقعت مع الإمارات وكل تلك العناوين أيضا التي خرجت في الإعلام. الآن تدار الأمور، والأزمة مع فرنسا سابقا، الأزمة مع إسبانيا سابقا، والآن نفس القصة تتردد. نتابع. السلطات الجزائرية تطلق أذرعها الإعلامية لشن حملة بالنيابة ضد فرنسا. سحب الجزائر سفيرها من فرنسا كان احتجاجاً على تأييد باريس خيار الحكم الذاتي لحل القضية الصحراوية. بيان الخارجية الجزائرية أكد تولي تمثيلها الدبلوماسي بفرنسا قائم بالأعمال ولم يعلن القطيعة مع باريس. تفاصيل القرار حسب بيان الخارجية الجزائرية تتحدث عن تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في فرنسا. سحب السفير الجزائري كان ما يشبه مجرد عتاب، لكن وسائل الإعلام أعطته قراءة مغايرة بأبعاد أخرى. صحافة اليوم الموالي استلمت المشعل وذهبت إلى أبعد مما تضمنه بيان الخارجية لتلهب المشهد وتنفخ فيه. عناوين بالبنط العريض تقرع طبول الحرب وتتحدث عن القطيعة بين البلدين أو على وشك حدوثها. معظم الوسائط الإعلامية أجمعت على تأزم علاقات البلدين تأزماً غير مسبوق، وهذا ما يكذبه بيان الخارجية نفسه. عديد المتابعين فسروا غلو الإعلام كان بإعاز من السلطات لتشفي غليلها بالنيابة، ويقول ما لم تجرؤ على قوله. هو إجراء للاستهلاك المحلي أكثر منه تعبيراً صادقاً عن الغضب تجاه فرنسا وإدانة موقفها المنحاز للمغرب. سيد كمال جمازي، كل هذه النخبة الرسمية وكل هذا الإعلام وهذا الترديد الببغاوي مثلما وصف والأركايكي والشعبوي، ولا توجد أسئلة في العمق حول الورطة كما وصفها الكثير من المراقبين للدبلوماسية الجزائرية والعزلة التي تعيشها الجزائر دوليا، لماذا يعني؟ لماذا هذا المنتوج على المستوى الخطاب الرسمي وخطاب الأحزاب
وخطاب الإعلام. سامحني أستاذ سليم، الصوت كان متقطع يعني في بعض الأحيان، لكن ما فهمته من سؤالك أنه هذه الموجة تاع الحملة الإعلامية سواء أنه حتى تاع رأس الأحزاب، وهذه في الحق يعني الشيء ألفناه يعني ليس بالجديد، يعني ألفناه حتى من عهد يعني الرئيس هواري بومدين لما كان يلقي خطاب وتأتي بعدين يعني منظمة الفلاحين ومنظمة المجاهدين والعمال وكذا وتشرح الخطاب إلى آخره وهكذا، وحتى في عهد شلبي بن جديد يعني نفس الممارسات القديمة. ولكن احنا على كل حال لابد أن نعرج على شيء، أن هناك شعب يعني شعب صحراوي هو يعني منذ 50 سنة 2024 يعني من سنة 74 وهو يعاني هناك، يعني لما تشوف الصور المؤلمة تاع الناس يعني في المخيمات، وهذا شعب مسلم وشعب شقيق والقضية تاعو يعني راهي مستمرة إلى الآن يعني في الحق. هذا الشيء لابد يعني من توافر جهود الحكماء والعقلاء حتى يوضع حد ويكون مخرج يعني. أعطيتني فرصة سيد كمال جمازي لكي يعني أنبه، نحن لا نناقش الآن القضية الصحراوية، هذا ليس هو النقاش. بالفعل كما أشرت هذه قضية هي موجودة في الأمم المتحدة، وأيضا قضية لمناقشتها لازم لها أدوات أخرى للنقاش. نحن نناقش في السياسة الخارجية للجزائر واستعمالها لهذه الملفات كما يقال، أنا لا أتهم، لكن السلطات متهمة باستغلال هذه الملفات وقضية فلسطينية وكل تلك القضايا فقط للبقاء في السلطة ولتصفية حسابات مع الشعب. هذا قول يعني ربما قد لا توافقونني فيه أو لا توافقوا أصحابه فيه. تفضل سيد كمال. شكرا. نعم قلت في هذه فقط يعني نفتح قوس يعني بالنسبة للموضوع، لكن التعامل يعني هو في الحق ماهوش في السياسة الخارجية فقط، يعني لأنه لا يفتح الباب يعني في الحقيقة هناك كثير من الطاقات المهمشة، ناس يعني نخبة ولها رؤية سواء في الجانب السياسة الخارجية أو في الجوانب الاقتصادية أو الجوانب التسيير وما إلى ذلك يعني في كل المجالات، وهي مهمشة ومعطلة. وانتم راح نجوا بعدين لقضية الانتخابات يعني، فاستعمال هذه تاع بنويوي يعني مع الأسف يعني في الحقيقة لا تفيد المجتمع ولا تفيد الوطن في شيء، لأنه شفنا مثلا في السياسة الخارجية السنة الماضية كان هناك يعني وضع الثقل كله من أجل الدخول في البريكس يعني صحيح. وما قلت أنت يعني منذ قليل ذلك المدح لماكرون كان مدح حتى لبوتين يعني في روسيا، وشفنا النتيجة فيما بعد يعني. وكذلك يعني في كثير من القضايا نشوف الآن الوضع في مالي، لما تشوف في تيمياوين يعني الأمواج البشرية من الأفارقة الذين يأتون يعني الحدود الجزائرية، وهذا شيء رهيب في الحقيقة. وكذلك بالنسبة للمالي وبالنسبة للنيجر وبالنسبة لبوركينا فاسو وحتى قضية ليبيا وقضية فلسطين. قضية فلسطين صحيح أنه الجزائر لها يعني مقعد غير دائم يعني في مجلس الأمن وتوظفه من أجل القضية الفلسطينية، وهناك يعني استدعاء للمجلس الأمن ينعقد لما تحدث أمور يعني في فلسطين أو في غزة، وهذا في الحقيقة هو مجلس يعني المقعد غير دائم، ربما مازال عام تقريبا 5 أشهر يعني وينتهي. ولكن الثقل الحقيقي في كثير من القضايا التي تفوت الجزائر والتي يعني لماذا فقدنا ذلك الثقل؟ كان موجود يعني في الستينات في السبعينات حتى في الثمانينات، كانت هناك هيبة يعني كان هناك حد من الهيبة والاحترام من طرف الدول، والجزائر دبلوماسيتها نجحت في كثير من الملفات يعني
والتي كانت تمتلك خيوطها يعني، لماذا هذا الفشل؟ أكيد هو في الحقيقة الجزائر يعني بعد الاستقلال كانت ترتكز على الرصيد الثوري، ثورة أول نوفمبر يعني أكبر ثورة في يعني في القرن العشرين في ذلك الوقت، رفعت رؤوس الأحرار في العالم والأمة العربية والإسلامية، وكان الجزائري يحترم، الدبلوماسية الجزائرية تحترم من أجل هذه الثورة العظيمة التي يعني استشهد من أجلها الأبطال والشهداء بالملايين. ثم ذلك الرصيد بقي ذهب يتآكل شيئا فشيئا نتيجة الرداءة في التسيير، لأنه صار الشعب يثور على الفساد في أحداث أكتوبر، ثم جاء الانقلاب، لأنه أحداث أكتوبر جابت التعددية وجابت نسائم الحرية والديمقراطية وغيرها، ثم ذلك الانقلاب أرجع الجزائر عقود إلى الوراء، ويعني خلاص يعني صارت الجزائر ما عندهاش هذيك الهيبة وهذيك وحتى في عهد بوتفليقة، لأنه لما جاء رغم أنه انسحبوا الستة وجاء هو بالتزوير لأنه كان خيار تاع النظام في ذلك الوقت، وقال أعيد مكانة الجزائر وما إلى ذلك، وكان قال ما ينزلش من الطيارة يعني دائما من بلد إلى بلد، ولكن في الأخير تآكل نفس الشيء، يعني لما أراد النظام كل مرة يزيد العهدة الثانية ويزيد العهدة الثالثة ولو على كرسي متحرك العهدة الرابعة ويزيد له حتى العهدة الخامسة، فأي دبلوماسية يعني النظام الذي لا يحترم شعبه ولا يعطي الحرية لشعبه ولا يعبر والأحرار تتابعهم وتعاقبهم وما إلى ذلك، يعني هذا كله في الحقيقة، وحتى الجانب الاقتصادي لأن الدول الآن باقتصادها وبالأرقام يعني حتى تحترم وتكون عندها مكانة، نشوف دول صغيرة ولكن إذا كان عندها اقتصاد عظيم واقتصاد كبير يعني تكون عندها مكانة وتكون لها هيبة في العالم، فالجزائر فقدت يعني هذا الجانب، ولأنه في حق يعني ما نكذبوش على روحنا، ما هوش يعني بهذه الصحافة التي التي اذا صحفي كتب على الدقله مثلا كتب على التمر يوجد روحه في السجن، فتفقد المصداقيه ويولي الصحفي دي لو سونسور هذيك يعني المقص الذاتي، فلا تكون يعني هناك مصداقيه لما يكتب ويصبح الشعب في واد، لان الشعب لما تقول له مثلا قريت الجريده الفلانيه او شفت النشره او كذا، الناس يعني لها هموم اخرى ومشاغل اخرى وامور اخرى تشتغل بها ولا تعطي اهميه لما يكتب يعني في الاعلام مع الاسف. يعني سيد كمال قمازي تتابع نشرات الاخبار الثامنه؟ وكاني ذكرت وكاني اتذكر، نعم. يعني كاني نشفى أنا قلت لي مره يعني نعم. وش الانطباع يعني؟ لانه انا مثلك بصراحه نشوفها يعني مثلا كي نخلص ان شاء الله هذه الحلقه دائما نهز الحلقه المسجله نتاع النشره ونبقى نشوف فيها، وش الانطباع يعني اللي تخرج به؟ طبعا الانطباع اللي تخرج به لانه انت لما تشوف النشره بعدين راح تخرج للشارع فتجد يعني مثلا يقول لك هم داروا الغاز يعني في 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 جهه معينه، نعم. فأنت تتساءل لماذا هذه الجهة المعينة لما لم يكن موجود فيها الغاز أو لما كانت هذه الأسر محرومة من السكن، لماذا التلفزة أو القناة أو عفوا النشرة الثامنة ما وراتش هذوك الناس صحيح. كانوا محرومين وكذا، فتعطي دائما وحتى الإنجاز تراه لما مثلا يوضع حجر الأساس ثم لما تفقدوا الوزير ثم لما تفقدوا المرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يأتي التدشين، فدائما يعني نفس الأسطوانة حتى حفظنا يعني ما ينشر وما يعني ينبث فيها. هناك موضوع آخر مشاهدينا الأعزاء غير منفصل عن الموضوع الأول، يعني هو صحيح شأن داخلي لكن مرتبط ارتباط كبير. يخرج النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة ليعلن بأن النيابة العامة أمرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق في حالة فساد سياسي
ويتعلق هذا الفساد السياسي بشراء بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات القادمة للاستمارات، يعني سلموا الدراهم المال لأشخاص لمنتخبين حتى يعطوهم التزكية والاستمارات. وأثار هذا التصريح للنائب العام الجدل الكبير في الجزائر حول الذي حدث، ولماذا تحركت النيابة هذه المرة ولم تتحرك في مرات سابقة، وأيضا عن قضية الفساد السياسي برمته في الجزائر، تاريخ الفساد السياسي، جذوره، تاريخ التزوير، شراء الذمم وشراء الأصوات، وأيضا جذور هذه الأزمة. نتابع ما الذي قاله النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الجزائر. في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إن شاء الله يوم 7 سبتمبر 2024، وبعض الأشخاص المحيطين بهم في قيامهم ببعض الممارسات الغير مشروعة والتي تعبر عن أخلاق وسلوكات مشينة، والسلوكات التي تمثلت في شراء بعض توقيعات مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي بإجراء تحقيق ابتدائي معمق أسفر على النتائج الأولية الآتية. التحقيق أسفر عن وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة. المستوى الأول أو الفئة الأولى تتمثل في سماع حوالي أو أكثر من 50 شخصا، عبارة عن منتخبين على محاضر رسمية أمام هذه المصالح المختصة بالتحقيق، أين صرحوا معترفين أغلبهم صراحة بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20,000 دينار جزائري و 30,000 دينار جزائري. أو الفئة الثانية وهي عبارة عن قائمة الوسطاء الذين لجأوا إلى طبعا القيام بجمع هذه الأموال وتسليمها بين هؤلاء المنتخبين الفئة الأولى وبين الراغبين في الترشح للانتخابات، أو الفئة الثالثة وهي تخص فئة الراغبين في الترشح المعنيين بهذا التحقيق. والنتائج الأولية كشفت عن وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح. يضم إلي الآن السيد عثمان بن صيد، العضو في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية RCD، معي من بني ورتلان بسطيف شرق الجزائر. أرحب بك سيد عثمان، ما تعليقك حول هذه القضية وما قاله النائب العام لمجلس قضاء الجزائر؟ مساء النور الأخ كريم، مساء النور لكل المتتبعين والمتتبعات سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. نحن في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كان موقفنا واضح، الانتخابات الرئاسية في الظرف الحالي لا تستوفي شروط الشفافية ولا تستوفي معايير الديمقراطية، فإن المرشح الفائز واضح منذ اليوم الأول وهو مرشح السلطة. فما أقول حول هذه الأمور أنه كان مثل شهر الهزيم بل هذه في كهب سنية، يعني في إطار منظومة إدارية تسير الانتخابات بهذا الشكل فتوقف كل شيء،
ولذلك ما عندناش تعليق في خص هذه الامور. الامر الوحيد الذي يحفظه هو ان هؤلاء الذين يريدون المشاركه في هذه الانتخابات نسميهم نحن انهم يريدون فقط المشاركه في موكب الرئيس قد ينطلق من المرابيه ويجول بعض ولايات الوطن ليعود الى المرابيه وهم راضون حتى على الركوب في هذا الموكب في عقبه ولو كانت عقبه ضائعه. اذا الامر محسوم فما على هؤلاء بطبيعه الحال الا ان يعرفوا ان قرارهم خاطئ وان تحليلهم ليس في مصلحه الوطن بل رئيس واضح الحمله جاهزه وسيعود للمراديه بعد 7 سبتمبر. ولذلك نحن في التجمع من اجل التفاضل الديمقراطيه فان هذا الامر محسوم بالنسبه لنا بل نفكر فيما بعد 7 سبتمبر. طيب ابقى معي لنتحدث، يعني هل هذا المسار، يعني هذا الاخراج، هل كان هو الخيار الوحيد للسلطة أم كانت هناك خيارات أخرى؟ سأعود إليك أستاذ سعيد زاهي. ليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها عملية شراء يعني هذه الاستمارات، يعني شفنا هذه الأحداث في كل هذه الانتخابات، لماذا هذه المرة بالذات النائب العام يخرج ويتحدث عن حول هذا الموضوع وحول قضايا أخلاقية تمت في هذه العملية؟ نعم تسليم السؤال موجه لي. نعم أستاذ سعيد. والله تسليم معذرة على هذا الإزعاج، مشكلة تدفق الإنترنت في الجزائر تشوف نعاني منذ مدة من هذا الانقطاع التدفق السيء جدا. إذا في سيسالين معذرة أيضا نرجعك النقطة، يعني نقطة أثارت انتباهي يجب الإشارة إليها في التصريحات المتعلقة بقضية موقف الرئيس الفرنسي، أنه المستشار الأمني للرئيس قال بأنني أتمن، غريب في الأمر أنه كنت أنتظر أنه يقول أتمن أو أساند الموقف الرئيس تدبون في هذا، ولكنه ذكر وهو المستشار من المفروض يتكلم على رئيسه، ذكر وأنه يتمن موقف وزارة الخارجية وكأنني به يوحي إلى شيء ما. هذا بخصوص تصريح المستشار الأمني. أما بخصوص ندوة صحفية للنائب العام، الفساد في الجزائر سليم، الفساد بئر بلا قاع في الجزائر، والذي يريد حقيقة محاربة الفساد والتسيير بطريقة شفافية، أنا مع البحث والتحقيق ومعاقبة كل من يقول بالتزوير خاصة، وأن هذا التزوير يمس بالشعب الجزائري وبمستقبله، لكن حقيقة إذا أردنا أن نقضي على الفساد ونضع الحروف على النقاط بشكل نهائي، لو كانت نيل السلطة يعني الإرادة متجهة إلى محاربة الفساد حقيقة، تنشرنا نشر ينشروا عدد المنتخبين اللي كاين وتوقيعاتهم لمن كانت، لأنه بالبديهة سيسالين مرشحة تقدم لم تناضل من قبل، لم تكن في حزب سياسي غير مهتمة بالشأن السياسي، وفجأة تترشح وتقدم 780 استمارة حسب تصريحاتها إلى اللجنة أو إلى السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات. لكن أيضا هناك فساد من نوع آخر، هناك منتخبين من توجه معين أو من الموالاة يوقعون لمنافس من المعارضة، هذا أيضا يعد فساد. إذا أرادوا يعني حتى الشعب الآن أصبح لا يثق لا في تصريحاتهم ولا في نيتهم ولا في تحقيقاتهم، لأنه لو كما قلت إذا أرادوا حقا شفافية ينشروا أسماء المنتخبين
وكل يقين الاستمارات موجوده ومطروحه. نعم. بعض المحامين نعم بعض المحامين نعم. استاذ بعض المحامين استاذ سعيد باعلان دائم هناك احزاب نعم. او احزاب تقدموا امام الكاميرات واعلنوا او بينوا الاستمارات توقيع الرئيس المترشح. لماذا لا يتم نشر القائمة كاملة للمنتخبين ولمن وقعوا حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ شيء ثاني، لماذا لا تنشر في على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ولاية الاستمارات التي أمضاها المواطنين لمرشحين ما حتى يتضح الأمر؟ إذا أردنا فعلا أنه القضاء على الفساد، وأنا من أكبر المشجعين ولازم أن تكون محاربة الفساد، أن تكون العملية إلى نهايتها ولا تستغل دائما لصالح مرشح السلطة أو لدر الرماد في العلو. أنا مع التحقيق مع العقاب، لكن أن القانون يطبق على الجميع وبطريقة شفافية يعلمها الشعب الجزائري. بعض المحامين يعني المعروفين في الجزائر اتهموا السلطة مرة أخرى باستعمال القضاء والنيابة العامة لتصفية حسابات مع هذه المرشحة اللي هي السيدة سعيدة نغزة. ما رأيك في الكلام؟ هل هناك فعلا استعمال للقضاء من أجل الرد على هذه الرغبة في الترشح؟ سي سليم، هذه الامور زملائي ربما اطلعوا على الملفات، انا لم اطلع على الملفات، لكن كمتابع للشان وبالمنطق السليم هذه القضايا لا يمكن اخفاؤها او تغطيتها. هناك استمارات يتقدم هؤلاء او يتقدم الجميع او السلطه المستقله او السلطه او القضاء على نشر هذه الاستمارات هي اشياء ماديه. قلت بانه الناس قاعده حطت صور الاستمارات على مستوى الكاميرات لما عندهم الرئيس، لماذا لا تنشر او توضع اسماء هذه حتى يتبين؟ يعني اذا كنا نحترم الشعب الجزائري، قلت حتى هناك انه منتخبين من احزاب موالاه أعطوا أصواتهم لمنافسيهم، وهذا لا يستقيم أخلاقا في السياسة. إذا حتى لا نقع في التصريحات والتصريحات المضادة في هذه المسألة بالذات، يمكن نشر القوائم ويتبين كل شيء بنشر جميل. هذه القوائم جميل. مشاهدينا الأعزاء، حتى يعني تكونوا على بينة ما الذي قالته السيدة الأعمال وأيضا الرغبة في الترشح لرئاسة القادمة، والذي حسب مراقبين أثار حفيظة السلطة وأمرت حسبهم. هذه ليست معلومات تاعية، راهي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، كتبوها الكثير من الصحفيين وكثير من الحقوقيين. أمرت النيابة العامة بفتح هذا التحقيق. نتابع ما قالته السيدة نغزة. أنا ما يخلعونيش وما يخوفونيش، حقي نديه في إطار قانون ونديه حبة من حبة وكرهة من كرهة. حبة من حبة وكرهة من كرهة، حقي أقسم بالله نديه. إلا وانا نعرفوا هاد يعني الأشياء يديروها، إلا لا قتلوني ولا داوني الشز الحراش، وانا مستعدة والله مستعدة، والله ما يخوفوني، حياتي انا خليتها ورايا. صح، حاجه واحده نعاودها ونكررها، تتمس شعره من ولادي كما قلتها الحداد في 2014، نار جهنم نشعلها فيهم. وعندي ما نقول، عندي الايام بيناتنا مازال ايام تفوت، هذا الاسبوع تاع تفوت في المحكمه. سيد كمال قمازي، هذا كلام خطير جدا، وهذا كلام يخص موعد انتخابي من المفروض هو من أهم أو الأهم على الإطلاق في أي دولة جمهورية، يعني في أي دولة تبنى يعني الحكم الرئاسي، أن يصدر كلام من منافسة
في هذه الرئاسيات بهذا الشكل، تتحرك النيابة، الكثير قالوا أنه هذا مشهد خطير جدا، يعني ما تعليقك عما يحدث؟ بالحق هذا كلام خطير، يعني بهذه النبرة وبهذا الصيغة، وأنا توقعت أنه بعد هذا الكلام له ما بعده، يعني أكيد راح تكون يعني هناك متابعات، وهناك يعني ما يشرح تتوقف، لأن الأمر هذا خرج للعلن. إحنا كنا من قبل تسمع كلام هنا وهناك، يعني الناس شرت الأصوات، هناك ناس صوتوا يعني وراحوا للصندوق ودفعت لهم مبالغ، هناك تسمع كلام من هنا وهنا، ولكن وحتى بعد الانتخابات تسمع بعض المترشحين أو بعض الأحزاب تتكلم على التزوير وأنهم زوروا في الولاية الفلانية وفي المكتب الفلاني وقع كذا وكذا، هذا يأتي فيما بعد، ولكن بهذا الشكل يعني في الحقيقة، وهذا في الحق لأن الفساد هو أكيد موجود، يعني موجود حتى بوتفليقة ذاك الوقت جمعوا له 5 ملايين يعني من التوقيعات، كيف جمعت وكيفاش يعني حتى فهناك علامات استفهام، والفساد حتى في الرياضة يقول لك المقابلات بيعت وهذا باع كذا إلى آخره، وفي الامتحانات وفي غيرها يعني، فهذا موجود يعني مستفحل، وحتى لأن في الحقيقة تزوير الانتخابات ما هوش يوم الصندوق فقط، هناك يعني ترتيبات يعني تبدأ من النهاية، من عفوا من البداية، من الناس يعني من الترشح، ومن الناس يعني من الاستفادة يعني كما يستفيد مرشح السلطة، وحتى الذين يؤتى بهم للقاعات يدفعوا لهم الأثمان والكاشير وكذا وما إلى ذلك، هذا كله يدخل يعني في التزوير القبلي، هذا أصبح يسمى يعني. نعم هذا التزوير القبلي، لأنه في الحقيقة الانتخابات، لأن احنا هناك تجربة في الجزائر لا شك، يعني احنا في 90 في سنة 1990 لما كانت هناك الإرادة السياسية في أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، لم نكن محتاجين إلى لا السلطة الوطنية، لأن هذه السلطة الوطنية جاءت فيما بعد، يعني جاءت بعد الانقلاب لما داروا اللجنة هذه اللي فيها عبد السلام حباشي ولا سعيد بوشعير، ثم كانوا كل مرة يأتوا بشخصية معينة على أساس أن هذه تضمن النزاهة، ولكن مع الأسف كانت تلك الانتخابات، ثم داروا الأراندي لما صار عبد الحميد مهري عليه رحمة الله صار من المغضوب عليهم، خلقوا حزبا من العدم. نعم نعم، فقلت لك يعني كانت هذه مظاهر التزوير، ففي الحقيقة الانتخابات الحرة والنزيهة تحتاج إلى إرادة سياسية، لأنه كما قلت في الجزائر لما كانت هناك الإرادة السياسية لم نكن محتاجين إلى هذه اللجان ولا هذه الأمور يعني المراقبة، وكان الشعب يخرج ويصوت ويشعر أنه بكل ثقة أنه في الحقيقة يعني هذه هي النتيجة الحقيقية، ولكن مع الأسف هذه المظاهر، مظاهر الفساد المستشري، هو يعني نتيجة وجود الفساد في المجتمع بصفة عامة مع الأسف، ونتيجة يعني هذا الجو، لأنه كما تفضل الأستاذ بن صيد يعني منذ قليل، أجواء الانتخابات الحرة والنزيهة لابد من توفر أجواء من الحريات ومن حرية التعبير و إطلاق سراح المساجين، وتشعر الناس حقيقة أنها مقبلة على الانتخابات، وتكون هناك شعور بأنها ليس هناك تزوير وهناك نزاهة وهناك مصداقية فيقبل الناس، ولكن مع الأسف تصيب الكثير من الناس، ربما تسألهم قد يخبرك عن الألعاب الأولمبية ولا على أمور خارج الموضوع تاع الانتخابات التي بالنسبة للكثير لهم لا حدث يعني مع الأسف. يعني كل هذه النتائج، يعني النتائج على المستوى الخارجي أو هذه النتائج على مستوى الأداء الداخلي، طرحت كثير من الأسئلة، يعني نتحدث عن الأسباب، لكن هل فعلا هذه فعلا هي كل الخيارات اللي كانت موجودة عند متخذ القرار في الجزائر؟ أستاذ عثمان بن صيد، هل هذا المسار اللي رانا نشوف فيه هل هو مسار محتوم؟ يعني ألم تكن للسلطة خيارات أخرى
غير هذا الخيار بهذا المسار سواء على المستوى الخارجي أو المستوى الداخلي؟ أستاذ عثمان؟ انقطع مع الأستاذ. نحول نفس السؤال للأستاذ سعيد زاهي، هل قدر محتوم أن تكون هذه الصورة للجزائر الجديدة أم كانت لنا خيارات أخرى؟ قبل الإجابة على السؤال، التصريحات السيدة المرشحة يعني أتأسف كثيرا من المستوى اللي لحقت به سمعة الجزائر، سمعة بلد الثوار والشهداء والثورة وهذا الرصيد، أنه نتراشق بالكلام وكأننا في 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 انتخابات رئاسية نتراشق بهذا الكلام. في كلتا الحالتين إذا كان هناك ما يقال فهو تفكر على جريمة، وإذا لا يوجد ما يقال فهو جريمة أيضا. أنا أطرح السؤال، لو أن هذا الكلام صدر عني أو صدر عن أي حراك في الجزائر، لأنه كان راه شبع حبس واتهم بمواد قانون العقوبات كاملة من المساس بالأمن العمومي والنظام العام والإدراك بالمصلحة الوطنية والمساس بوحدة الوطن و و و و إذن لأصل إلى هذه النتيجة عن سؤالكم سليم، الحقيقة التي الآن لا غبار عليها و يجتمع عليها أعتقد كل الجزائريين أن هذه المنظومة ليس لها ما تقدم من حلول لهذا الشعب الجزائري، ما عندهاش حلول ولا تريد أن تقدم حلول. هذا يفسر بأن نفس المنظومة أو نفس لما أسميهم الملوك بلا ملك أو هذه القوة الخفية التي تحكم من وراء الستار مكونة من أمنيين وإداريين وماليين منذ عهد العهد العثماني إلى يومنا هذا، وظيفتهم الأساسية هي تعطيل هذه البلاد وعدم السماح للجزائري بالتقدم والتغيير هذه الوضعية من أجل غد أفضل. لو تحرر المبادرات سليم، لو تحرر قدرات الجزائريين بهذه الإمكانيات اللي كاينة في الجزائر، نستطيع أن نصل إلى مستويات عليا في التقدم في الازدهار ونحل مشاكلنا. لكن هذه المجموعة الملوك بلا ملك التي تعطل أي تغيير حقيقي وتريد أن تبكي الوضع، لا تبون يقدر لها ولا هذا البرلمان بالتركيبة هذه ولا مجلس الأمة بالتركيبة هذه ولا بهذا الصحافة، حتى السدج الذين يقتاتون من امتيازات يعتقدونها أنها حاجة كبيرة من أجل طالار ولا من أجل أنه يخلوا له الطريق يجوز ولا من أجل أنه يسكن في محمية، وهم يعطلون بلدا عن التقدم والازدهار، يعطلون شعبا عظيما يملك كل المؤهلات لكي يعيش. هل أثبت هل أثبت الحراك الشعبي، يعني وما دمنا نحن في المحور الأخير الآن والأسئلة الأخيرة في الحلقة حتى نفهم، يعني لو 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 أخذت السلطة بما قاله الحراك، هل كنا سنصل إلى هذا المستوى المتدني من الأداء على المستوى الخارجي الداخلي الاقتصادي والاجتماعي؟ طبعا لا، لأن إرادة الشعوب ما تغلطش لما يجتمع ملايين من الجزائريين من الحدود إلى الحدود على مختلف أطيافهم وطبقاتهم وثقافاتهم وديولوجياتهم، مستحيل أنهم أخطأوا فيما طالبوا به. لكن هذه المجموعة قد التي تكبس أو تضغط على الجزائريين وتمنع أي تطور، هذا هو الذي يجب أن يغير. هذه القطيعة يجب أن تكون قطيعة حقيقية، لأنه هذه الآن مش أشخاص
هم عقلية، هم لهم من الأدوات ومن الوسائل اللي ما تقدرش تحاسبهم وما تقدرش تعرفهم، موجودين في كل القطاعات، يراقبون كل جزائري يريد التغيير، يراقبون كل إمكانية أو كل تحرير لعقول الجزائري. هذه الحقيقة المرة التي يجب أن يعرفها الشعب الجزائري، ويجب أن يتجند بكل الطرق السلمية، من حقه دستوريا، من حق أي مواطن جزائري أن يعبر عن أفكاره. نعم. أن يعبر عن لكن أستاذ زاهي يعني التغيير الذي يريده. نعم. لمصلحة البلد. يعني سؤالي الأخير ليك، يعني حتى أعطي الفرصة إلى سيد عثمان وسيد كمال جمازي، لكن أليس من مصلحة السلطة، متخذ القرار، قيادة العسكر، تبون الرئاسة، من مصلحتهم، ألم يكون مصلحتهم أن يكون الأداء أفضل لهم، يعني على الأقل لصورتهم؟ لماذا يعني خليني نمد لكلمة الشعب سليم حتى الشعب يفهم الجزائر. هذا صارت لهم كلمة ديه الواد ويقول ما احناها من تحميلنا. الواد راه مديهم وهما يعتقدوا باللي راهم يتحموا، لكن الواد راه مديهم. ربما هذه لخصت كل الإجابة. أعود إليك، عاد إلينا السيد عثمان بن صيد حول السؤالين الأخيرين لهم في هذه الحلقة. هل 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 كان هذا هو الخيار الوحيد للسلطة بأن تخرج هذا الإخراج الذي وصل لهذه الرئاسيات؟ السلطة مصابة بنوع من هستيريا، الخوف من المعارضة، هستيريا الخوف من صوت المواطن الحر. ولكن كما قلت لابد علينا نحن كمناضلين أن نواجه كل التحديات. يجب أن نخرج من إطار الأنانية، من إطار المصلحة الضيقة، المصلحة الفئوية الحزبية الضيقة، من المصلحة الشخصية. لأنه لما نحل الوضع السياسي الانتخابات المقبلة الجميع يعرف بأنها مغلقة، وبأن المرشح الفائز برز من اللحظة الأولى، ولكن بحسابات ضيقة تجد كل شيء سياسي في اتجاهنا. لكن هذا أنا سؤالي سيد عثمان، النظام هذه هي المسيرة، يعني هو يعطي هذا يعني ما ذكرته في كل انتخابات، ليس جديدا، لكن الجديد في هذا الأمر حسب الكثير من المراقبين هو الأداء السيء. يعني لماذا لم يستطيعوا أن يقدموا انتخابات بإخراج مثل ما كان يعمل بوتفليقة مثلا؟ يعني سليم أن النظام قلت أصيب بالهستيريا، والمصاب بالهستيريا بطبيعة الحال تكون كل قراراته ارتجالية، يسودها نوعا من الخوف من الشارع، من المواطن، من عدة الحراك، من تصعيدية راديكالية. ولكن في الوقت على النظام أن يسمع عن طريق معارضته. وهنا قالوا مرة أخرى نحن المعارضة، نحن الأحزاب السياسية، على الأقل أن يكون عندنا جبهة ولو تتشكل من أربع، تبدأ من ثلاث أحزاب ثم أربع أحزاب ثم شخصيات وطنية ثم نقابات جمعيات إلى غير ذلك، أن نوضح خطة طريق للسلطة. ما يجب أن يكون، ما يجب أن ينتزع من هذه السلطة، لأنها لا تمنح الأمور مجانا لسلطة جرداء، سلطة صمت آذانها على كل القرار، سلطة استحوذت على الساحة الإعلامية، سلطة استحوذت على القرار وتوظفه كما تشاء. إذن علمنا نحن كمناضلين، لأن تحدثت كما تحدثت في السابق أن 7 سبتمبر محسوم الرئيس هو سي عبد المجيد تبون بأي صدى. علمنا أن نفكر فيما بعد 7 سبتمبر أن نشكل تكتلات، لأن هذا وطن، وطننا ليس لنا وطن آخر. علينا أن نفكر في أبنائنا هؤلاء الذين يركبون قوارب الموت، علينا أن نفكر حالة اليأس التي أصابت
اصابت معظم المواطنين الجزائريين علينا ان نبعث خطاب جديد، خطاب مبني على معطيات صحيحه جريء، ولو كانت بعض الامور مره قاسيه ولكن علينا ان نقولها وعلينا ان نستعين بابناء الجزائر سواء وكفاءات الجزائر الموجوده في الخارج واموال الجزائريين الموجودين في الخارج لننعش لنفرض راينا على السلطه، لان المشهد الاكثري ان بعض الاحزاب السياسيه التي توجهت الى قصر المرابيه ذهبت لتزكي خطاب السلطه، ذهبت لتزكي ان السلطه نكرت ان السلطه جحدت وجود معتقل الراي، فهل في نظرك هؤلاء باستطاعتهم ان ياتوا بجديد؟ فشخصيات المحترمه اللي ممكن تبلغ معاناه الشعب الى السلطه فهي مقصيه، اذا قلت واؤكد اذا كان هناك شرف لهذه الاحزاب السياسيه، اذا كان فيها قطره من الوطنيه علينا ان نشكل حد ادنى من تكتل سياسي للضغط على هذه السلطه لتسمع لصوت المواطن، لتعود الى اراء المواطنين، لتصدر الى المواطن على انه من حقه ان يتحدث، من حقه ان يظهر رايه، ليس على اساس انه عدو او والناشط ايضا على اساس انه محب للوطن احسن من المسؤولين الموجودين في سلطه القرار، والاستماع له ليس بمتابعته وترصد خطواته وعرقله نشاطه. اذا علينا ان نشكل تكتل جديد، علينا ان نفكر بانه لنفرض شيء مفتوح، السلطه ستنتصر وسينتصر رايها وتتعجرف برايها، ولكن للعمل على ان نكتف الايدي. اذا كيف نسمى بالمناضلين وكيف نسمى بالاحزاب السياسيه؟ اذا علينا ان نفكر في ما بعد 7 سبتمبر وعلينا ان نضغط على السلطه لنعطيها الواقع الحقيقي الذي يعيشه المواطن الجزائري سواء في السياسه الخارجيه، سواء في القدره الشرائيه، سواء في التوظيف، في العمل، البطاله التي اكلت نهش كل شيء. اذا علينا ان نتفق وعلينا ان نخطو خطوه نحو الامام، وهذا الامر محسوم بالنسبه لنا كمعارضه كمواطنين كمواطنين. نعم جميل واضح. نعم الامل القائم، الامل القائم، لانه ما في حاله حرب، ما في مسمور، ما في نزاع، اختلاف سياسي، عجرفه من طرف السلطه، ولكن باسرائيل ممكن يكون هناك عقداء، وممكن يسمع خطابنا، ولما تكون هناك بيانات مشتركه بين احزاب سياسيه جميل، فبطبيعه الحال السلطه ستسمع ولن تسمع ولو تمشي تدريجيا. نعم تمشي تدريجيا. نعم. ولكن نعم. سنحقق ولو نبدا بالامل. شكرا لك. نعم واضحه الفكره، واضحة الفكرة. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ عثمان بن صيد، العضو في حزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي، كنت ضيفي عبر خدمة الهاتف من بني ورتيلان سطيف شرق الجزائر. كما أشكر الأستاذ سعيد زاهي المحامي وناشط الحكومة لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي، كان ضيفنا عبر وكنت ضيفنا عبر سكايب، ثم انقطع سكايب لعدم وجود تدفق كافي للانترنت في الجزائر، يجب التذكير بذلك، ثم عبر الهاتف. شكرا لك جزيل الشكر. اذا اختم معك يعني بنفس السؤال. اولا هناك يعني ما فهمته من الضيوف انه الحراك اعطى خيارات للسلطه لكن اختارت هذا الخيار، هل كان محتوما عليها هذا المسار؟ اكيد يعني فهمت سؤالك الاستاذ سليم. يعني في الحقيقه كان للجزائر يعني فرصه عظيمه بالحراك، لأنه الحراك يعني أزال بوتفليقة وأزال البوتفليقية، وكان
الشعب الجزائري خرج يعني في الحقيقة في سلمية بحكمة بذكاء، ما كانش عنده روح انتقامية، بالعكس يعني كان الناس، أنا شفت البعض يقول لك أنا ما خرجت يعني من أجلي ولا من أجل أولادي، لأنه أنا خلاص يعني ضاعت يعني الفرص عليا وضاعت حياتي وأولادي نفس الشيء، أنا من أجل أحفادي، لأن المستقبل الآن للشباب. إذا كنا 40 مليون يعني منذ 5 سنوات، رانا اليوم 47 مليون، ممكن بعد 3 سنوات نفوتوا 50 مليون صحيح. وهذا الجيل الجديد اللي راهو يشعر باليأس، سواء البطال اللي راهو يشعر باليأس ولا حتى المتخرج من الجامعة والدكتور ولا واللي عنده الماستر دو إلى آخره وكذا، فهذا فكان للجزائر في الحقيقة فرصة ضيعت، النظام اختار هذا المسار، ليس هذا هو الأفضل، لا، لأنه عاود رجع الرداءة وعاود رجع الوجوه القديمة التي كانت مع بوتفليقة والتي كانت حتى قبل بوتفليقة، وهذا هو المنتوج، لا يمكن أن تنتج أفضل من هذا، وضيعت الفرص على الشباب، لأنه لا ننسى أن الجزائر تخرج كل سنة آلاف يعني من الأساتذة والدكاترة، والشعب راهو يفهم والشباب هذا راهو فاهم وعنده رؤية، لا يمكن أن تنطلع عليه يعني ما ينشر في لغة الخشب يعني في خطاب النظام، مع الأسف لابد من التغيير الحقيقي، مع الأسف حتى هذه الانتخابات التي تعتبر يعني فرصة ضيعت على الشعب الجزائري، كان يمكن أن يكون أفضل مما هو موجود، ولكن الأمل دائما موجود، لابد. طيب، وأنت تتحدث عن الأمل، الحراك ليس الخروج يوم الجمعة، وإنما الحراك هو فكرة، الإيمان بالتغيير والإيمان بالاستمرارية. وهنا نأتي إلى آخر سؤال حول الأمل في السياسة، هو العمل السياسي يعني للنخبة وللمعارضة الحقيقية المغيبة من طرف السلطة الآن على المستوى الإعلامي يعني، وليس على المستوى الشعبي، الكل يعرف أنه المعارضة الحقيقية لهذا النظام متجذرة فعلا عند الشعب، وقد أثبت الحراك ذلك، لكن ما المطلوب منها في المرحلة الحالية يعني، ليس مرتبطة بالانتخابات يعني، ما بعد الانتخابات؟ أكيد يعني هو كما قلت الحراك يعني أعطى صورة على أن هناك نخبة وهناك يعني مجتمع حر ويشتغل بالسياسة، لأنه يعرف أنه الاشتغال بها راح يكون تأتي بالتغيير، والمعارضة ماهيش من اليوم، راهي من 62 يعني، وراهي مستمرة من أجل الأفضل، من أجل تقديم الأفضل للجزائر. كما تفضل الأستاذ بن صيد يعني، ما هوش قضية الانتخابات، وحتى بعد الانتخابات لابد من الاستمرارية، لابد من الثبات، لابد من معركة الوعي، من نشر الوعي ونشر الحقائق، والحمد لله يعني الآن بوسائل التواصل الاجتماعي والشباب المنخرط يعني اللي راهو يعني ينشر ويعبر، والحمد لله يعني موجود هذا الفضاء من الحرية، وحتى النخبة التي تشارك يعني وتساهم، هذا كله سوف يحدث التغيير، والتغيير آتي لا محالة بإذن نعم. الله يعني. لأنه أنت ذكرت نقطة مهمة راح تكون آخر حديثنا حول القضية يعني الذي برز في الحراك من وعي كبير عند هذا الشعب ومن نخبة أخي مثقفة شباب في كل الولايات، وكانت هناك نقاشات سياسية وطروحات في الاقتصاد وفي علم الاجتماع، وبرز شيء عظيم عند الشعب الجزائري، لكن هذا برز بعد 20 سنة من سلطة كانت تسمي يعني هذا الشعب غاشي، يعني كانوا يقولوا هذا الغاشي، وكانت كان الإعلام يصور بأنه الشعب هذا خلاص ما لا أمل فيه يعني بالفعل هكذا، وخرج الحراك ليقول بأنه هناك أمل. يعني ألا ترى أن السلطة ترتكب نفس الأخطاء يعني بتغييب هذا هذا هذا, هذا الشعب؟ أكيد يعني، وهذا في الحق أنت كما تفضلت الأستاذ سليم، هذه كانت تقال من قبل حتى بن باديس عليه رحمة الله يعني، أو قال مات فقد كذب يعني، كما قال يعني في يعني يقولوا مات الشعب الجزائري، لأنه فرنسا احتفلت ب 1930 قرن على الاستعمار، من قال حال عن أصله أو قال مات فقد كذب، وحتى
العربي بن مهيدي عليه رحمة الله قال ألقوا بالثورة إلى الشارع يحملها الشعب يعني. ونفس الشيء هذا اللي وقع في الحراك لما خرج الشعب، أبدع يعني، شفنا ناس ما كناش نعرفوهم ما كناش نسمعوا بهم، حتى الشباب يعني في الحقيقة تحمل المسؤولية وتحمل الأذى فيما بعد وتحمل المساءلة، ولازالت الناس صابرة وثابتة، وأكيد يعني بهذا الثبات وهذا يأتي التغيير بحول الله. أشكرك جزيل الشكر السيد كمال جمازي القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كنت ضيفنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. أشكر الفريق التقني الذي عمل معي في هذه الحلقة، والشكر الكبير إليكم موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامج في العمق. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.